له أذنا للسمع فليسمع. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان ورضا رضا كلها امين. احبائي مشاهدي قناه ميسات العظيمه، نكمل بنعمه ربنا تفسير والتاملات في سفر نشيد الانشاد الذي لسليمان الحكيم. بركه اقوال المقدسه تكون مع جميعنا امين. وزي ما تعودنا بنبدا بالتفسير بترنيمه عشان نجهز نفسنا لقبول كلمه الله الحيه. هنقول ترنيمه تختفي الاحزان في قربك، ودي حقيقه يعني. كل ما النفس بتقرب من المسيح للمجد الأحزان بتختفي. تختفي الأحزان في قربك، يتشفي القلب اللي حبك، تتعفي الروح اللي ملكك من عقوبتها وديونها، الديون انت دافعها والحمول انت رافعها، والصلاة بتستمعها والنفوس بتشيل همومها، لو هموم سيدة وزيدة، لو الحلول مش جايبة فايدة، انت بتنجي وتنقذ يا معين يا معين، ارحم حبايبك يا يسوع، اظهر عجايبك، خلي كل الدنيا تعرف انت مين. مين يا رب ياخدنا منك، ولا مين يفصلنا عنك؟ ياللي شارينا بدمك، ياللي حاططنا في عيونك وبعينيك، انت حارسنا راعي وبتحرس نفوسنا، صون بيوتنا وكنايسنا، مش هنطمن بدونك، لو هموم سيدة وزيدة، والحلول مش جايبة فايدة، انت بتنجي وتنقذ يا معين يا معين، ارحم حبايبك يا يسوع، اظهر عجايبك، خلي كل الدنيا تعرف انت مين. يتمحي ويخلص مررنا، يمشي ليلنا يعود نهارنا، طول ما فوق عتب ديارنا، دمك المرشوش علامة بالعلامة، دي خلصنا بالصليب رفعت راسنا، والأسود جت تفترسنا، الصليب هيكون حمانا، لو هموم سيدة وزيدة، والحلول مش جايبة فايدة، انت بتنجي وتنقذ يا معين يا معين، ارحم حبايبك يا يسوع، اظهر عجايبك، خلي كل الدنيا تعرف انت مين. هو الاله الحقيقي مخلص العالم، هو ملك الملوك ورب الارباب، هو ينبوع الحب، الاله المتدفق لكل نفس عايزاه، هو المشبع لكل نفس ظمآنه من هموم هذا العالم ومشاكله، هو المريح الوحيد للنفس البشرية، الرب يسوع. يا بخت الإنسان اللي يلتجئ له من قلبه ويلتصق بيه، هيستفيد كتير قوي ويرتاح كتير جدا، ويعيش في فرح كمان لا يشوبه أي قدر. باسم الآب والابن والروح القدس آمين. نقرأ لأجل تعزيتنا آية 3 إصحاح 6 من سفر نشيد الأنشاد الذي لسليمان الحكيم. بركة أقواله المقدسة فلتكن مع جميعنا آمين. أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن، مجدا للثالوث القدوس إلهنا. آية صغيرة لكن مليانة تعليم وتعزيات. أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. هنا النفس البشرية اللي تذوقت حلاوة العشرة مع الرب يسوع وعايشة في طريقه وعايشة معاه فعلا، بتعترف وبتعلن قدام العالم كله أنا لحبيبي. يعني أنا مش للعالم، مرة تانية خلاص، أنا مش لشهوات العالم الباطلة، أنا مش لهموم العالم الزائلة اللي بتشغلني عنه، أنا لحبيبي. أنا مفيش أي حاجة
في الحياة الأرضية تشغلني عن حبيبي، أنا لحبيبي مش لأي حد تاني غيره. الله الله لما الواحد يقولها من قلبه ويقولها بإحساس معاش، أنا لحبيبي، أنا وقتي كله لحبيبي، أنا فكري كله لحبيبي، أنا تعبي كله عشان حبيبي اللي تعب علشاني وترك عرشه وأخذ ذاته وأخذ شكل العبد وقبل المهانة والجلد حتى الصليب علشاني عشان يديني حياة أفضل، أنا لحبيبي. ما فيش حد يستاهل أديله كل عمري كل حياتي كل أيام غروبتي على الأرض أفضل منه والأهم منه. أنا بستغرب يا أحبائي جدا جدا على النفوس اللي بتدي للحبيب اللي بذل ذاته من أجلها وقت قليل جدا جدا جدا، ده لو ادت بالقطارة حتى في المخدع بيكسلوا إنه يقفوا يشكروه على اللي عمله معاهم، يشكروه إنه عدى عليهم اليوم بسلام، يشكروه على إنه نجاهم من أمراض ونحل مشاكل. ده حتى الصبح يقوم من النوم ممكن يفكروا الناس تفكر في كوباية شاي في طبق فول في سندوتشات في اي حاجه في فنجان قهوه في نسكافيه اي حاجه يفكروا في الحاجات اللي بيحبوها، لكن ما يفكروش يقفوا في مخدعهم يصلوا قبل ما يعملوا كل ده، يفكروا يخشوا الحمام، يفكروا يغسلوا وشهم، يفكروا ياخدوا شاور، يفكروا يحطوا بيرفين، يفكروا يحطوا ميك اب، يفكروا في اي حاجه غير انهم يفكروا في الحبيب اللي بذل ذاته من اجلهم. شيء مذهل. الناس دي ما بتحسش، ده ما بتحسش. الناس دي عامله ايه في نفسها؟ بتضيع نفسها وبتحرم نفسها من حلاوة العشرة معاه ومن متعة العشرة مع الرب يسوع. أحبائي أنا النفس هنا أدركت وقالت أنا لحبيبي، أنا لحبيبي، أنا عايزة كل وقتي وكل كياني وكل فكري وكل تعبي وكل مالي كل ما أملك لحبيبي، أنا لحبيبي. حد فينا يقدر يقولها من قلبه أنا لحبيبي؟ ها؟ أنا أقدر بنعمة المسيح أقولها وأفتخر إن أنا لحبيبي ومش لأي حد تاني، أنا لحبيب الرب يسوع واتسجنت علشانه وقعدت 7 شهور في السجن علشانه عشان بكرز باسمه بتكلم عنه، أنا لحبيبي، أنا لحبيبي ومش لأي حد تاني. مفيش أي حاجة في الدنيا تستاهل إن أنا أشغل قلبي أو فكري بيها وانشغل عن الرب يسوع، أنا لحبيبي. يا أحبائي المسيح المجد نفسه نبهنا وحذرنا وقال لأنه ماذا ينتفع الإنسان، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ ما حدش يقدر يعمل اللي فدانا الرب يسوع بس، حدش يقدر يفدي نفسه. طب هستفيد إيه لو ربحت العالم كله لكن خسرت نفسي خسرت أبديتي؟ أستفيد إيه؟ هسيب العالم بكل ما فيه، هذا العالم يمضي وإيه وشهوته هيمضي، سايبينه سايبينه بما فيه سايبينه، اللي معاه ورث سايبه واتخانقوا عليه بعد كده، اللي سايب فلوس اهو بل الكنزه للنزهه مع الراي المثل يقول مفيش حد ياخد حاجه غير اعماله بس. اكتب توبى الاموات في سفر الرؤيا 13، اكتب توبى الاموات الذين يموتون في الرب منذ الان، نعم يكون روح يستريحون من اتعابهم واعمالهم تذبحهم، فقط اعمالهم لا اموالهم ولا مراكزهم ولا مناصبهم ولا الانا بتاعتهم العاليه ولا فلوسهم ولا اي ولا اولادهم ولا زوجاتهم ولا اي حاجه، اي حاجه هتتبعنا للحياه الابديه غير حاجه واحده، الاعمال. ايه الاعمال بقى اللي انا عملتها عشان اقول انا لحبيبي، عشان انا ليه دنيا واخره، عشان لما يجي يوم الحساب يوم القيامه يوم الدينونه يقول لي عما لك ايها العبد الصالح والامين، كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، كنت امين في الايام القليله اللي على الارض اقيمك الى حياه ابديه ما لهاش نهايه، انت حبيبي انت اللي حبيتني وبذلت نفسك علشان، انت كمان انت اللي ما اهتمتش بامور العالم علشان، انت قلت انا لحبيبي، انت فعلا كنت ليا عشان تبقى معايا على طول في الابديه، عشان كده اخدك معايا ادخل الى فرح سيدك، فرح بقى دائم لا يشوء اي قدر، فرح الى ابد الابدين. الانسان العاقل يفكر كويس جدا يا احبائي في كده، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ بنضيع وقت كتير جدا للعالم. من حقي ان انا اشتغل ومن حقي يبقى في وقت للشغل الذي يشتغل ياكل ايضا، لكن بعد كده الوقت اللي فاضل انا بعمل فيه ايه؟ بعمل فيه ايه؟ هل بفتح كده مؤسسه اقرا؟ هل بسمع عظه زي كده؟ هل بفتح القنوات الفضائيه الحلوه المسيحيه؟ هل بروح الكنيسه؟ هل بحضر اجتماع؟ انا هل بدي للفقير؟ هل بفتقد عيان؟ انا بعمل ايه؟ ما تبقى لي من وقت خارج العمل انا بعمل فيه ايه؟ هل بنام؟ هل بقعد قدام التلفزيون واقلب في القنوات؟ هل انا بخرج بره اقعد على اي مكان مش عايز اتكلم هنا على المنبر؟ يعني انا بقضي الوقت فين؟ الكتاب المقدس يحذرني من جهه الوقت يقول مفتدين الوقت
مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة يعني مش مضمونة. الأيام شريرة يعني الأيام مش مضمونة. نفتدي الوقت بأن احنا نستثمر كل وقت من أجل مجد المسيح، من أجل بنيان حياتنا الروحية، ومن أجل أن احنا هنبقى لنا نصيب صالح في الحياة الأبدية مع الرب يسوع لما يجي يوم الدينونة إن شاء الله. يقول لي نعما لك أيها العبد الصالح الأمين، ادخل إلى فرح سيدك. الإنسان العاقل اللي ربنا اداله استنارة وفهم قلب هو اللي هيكون حريص كل الحرص، كل الحرص وبعزم القلب إنه يعيش بقية أيام غربته للمسيح له المجد، في حضن المسيح، في حضن الكنيسة، في حضن في المخدع، في الوصية، في القداس، في خدمة ربنا، في العمل اللي هو يهني لميراث المجد الأبدي، لميراث ملكوت السماوات. يا أحبائي، عشان كده النفس هنا بتقول إيه؟ أنا لحبيبي، أنا لحبيبي. عايزين نقولها من القلب، أنا لحبيبي. وكفاية الأيام اللي قضيناها للعالم، وأقول كده مع الترنيمة، أنا للعالم مرجع تاني، تركت مال الدنيا الفاني. أنا للعالم مرجع تاني بإصرار، أنا هبقى مع حبيبي بس، أنا لحبيبي بقيت أيام غربتي. أفكر إزاي أخدمه، أفكر إزاي أرضيه، أفكر إزاي أواظب على بيته، أفكر إزاي أواظب على صلاة المخدة، أكلمه باستمرار، أفكر إزاي أرنم ليه وأسبح ليه وأنا قاعد وأنا ماشي وأنا واقف وأنا في المطبخ وأنا في الحمام وأنا في بيته، في أي حتة، في أي حتة الواحد حتى في سره كده، وأنا بركب مواصلات أسبحه بالصلاة القصيرة، يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح ساعدني على خلاص نفسي في سري، وأنا في وسط الناس ولا الناس دريانة بيا. رفع القلب والفكر وصلب الفكر للرب يسوع المسيح، اصل انا لحبيبي، انا مشغول بحبيبي. لما يكون في حد بيحب بجد فعلا الرب يسوع من قلبه، هيهتم ازاي يمجد اسمه، ازاي يسبح اسمه، ازاي يتكلم عنه، ازاي يجتذب نفوس بعيده الى طريقه، ازاي يشوق الناس لحفظ الالحان، لحفظ الترانيم، لحفظ التسبيحه، ازاي يمتع الناس بحلاوه العشره مع المسيح، يدوقهم حلاوه العشره مع المسيح له المجد، وهكذا. هقول انا لحبيبي، أنا لحبيبي. عايزين نقولها من القلب، أنا لحبيبي، مش أنا للعالم ولا الشهوات ولا المشاغل الكتير أوي. العالم بص يا حبايبي، لو الواحد ساب نفسه لمشاغل العالم، العالم هيبلع وقته كله وصحته وفلوسه ومجهوده، هيبقى مشغول جدا بالعالم اللي شده ليه ونغمس فيه. لكن لازم نبقى عندنا فهم ووعي قلب إن مش هستفيد حاجة لما أنشغل بالعالم عن أبديتي وعن علاقتي بالحبيب الرب يسوع. هو ده اللي هاخده بس معايا من كل تعبي على الأرض، الوقت البديل للرب يسوع، العشرة مع الرب يسوع، أقدم توبة من القلب عن خطايا وضعفاتي، أجاهد في طريق اقتناء الفضائل، خمائل الطيب، مهتم بأبديتي. هو ده اللي هاخده، والباقي كله حسيبه. اللي ضاعت عمري كله وقت كله فيه حسيبه زي ما هو. أنا عندي بيت، لما موت هاخد البيت معايا، هاخدوه. هقول لك اكتر من كده، بيت ايه؟ متجوز ولابس دبله، لما اموت هيسيبوا الدبله هيدفنوني بالدبله في ايدي؟ لا، بيقلعوها لي. لو لابس دبله خاتم مع الدبله هيدفنوني بيهم؟ لا، هم بيغسلوني هيشيلوهم يقلعوهم، خساره يترموا في التراب، استخسروا فيها الدبله تمشي معايا. لهم حق، لهم حق يعني. لكن اذا مش هاخد حاجه. واقول مع ايوب الصديق، عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. عريانا، لكن هبقى مكسب الفضائل، خمائل الطيب، هبقى مكسب الفضائل. واقول انا لحبيبي، انا عشت بقيت ايام غربتي لحبيبي، انا قدرت استثمر الوقت لاقتناء الحبيب في حياتي، لتبسيط العشره معاه، لتوثيق العشره معاه، تاكيد الايمان معاه. عشان كده يا احبائي اقول انا لحبيبي مش انا للعالم. في ناس بترفض المسيح له المجد، مسيحيين بيرفضوا المسيح له المجد، بيرفضوا العشره معاه. يا احبائي بكل اسف، في ناس رافضه حياه التوبه، رافضه حياه القداسه، رافضه، هي عايزه تعيش للعالم وبس، عايزه فاكره ان الحياه ضحك ولعب وفسح واكل وشرب ولبس اخر كمان ومتعه وشهوات وحاجات الى اخره يعني. فاهمين العالم كده؟ لكن العالم يمضي وشهواته، يقول الكتاب المقدس. لكن ليها الحياه هي المسيح. انا لحبيبي، انا لحبيبي، ليها الحياه المسيح والموت والربح. لكن الشيطان او العالم او الدنيا بتغري الانسان عشان توقعه في الخطيه وتغرسه فيها وتخليه ما يشوفش غير المتعه الوقتيه للخطيه. لكن الحب الحقيقي، الحب الالهي المنسكب في القلب، ادراك النفس البشريه لمحبه المسيح فائقه الوصف
اللي دفعته انه يخلي ذاته وياخد شكل عبد وتحمل الالام والمهان حتى الصليب عشان ينقذني من الموت الابدي ويديني حياه ابديه. النفس مشغوله عن التفكير في هذا الموضوع، النفس مشغوله بامور العالم الباطله، وبعدين فجاه لقوا خلاص كده. زي نول النساج راي ايوب الصديق يقول انما ايام الانسان كالوشيعه، الوشيعه اللي هي المكوك بتاع نول النساج، المكوك رايح جاي رايح جاي، التوب خلص يقع التوب، خلص الموضوع. فحياه الانسان ايام الانسان كالوشيعه، ايامه يوم بيعدي على يوم بتخلص. انا هقول لكم على حاجه خلي بالكم منها، كل اللي سامعيني ياخدوا بالهم من دي كويس قوي، ودي حقيقه. ايه هي؟ دلوقتي مثلا الساعه كام؟ الساعه مثلا كذا. طيب كل ما بيعدي خمس دقائق، نفضل تعدي دقائق دقائق لغايه ما تعدي ساعه، في ساعه يجي بالليل يبقى عدى نص اليوم، نصبح تاني يوم. كل ساعه بتعدي عمرنا على الارض او غربتنا على الارض بتنقص الساعه دي. الناس بيقول لك امتى بكره يجي عشان مش عارف اروح فين المصرف ولا اروح فين، ما يعرفش ان بكره ده لما هيجي في نفس الوقت هيكون عمره نقص المده دي الزمنيه دي. يعني هنا مثلا حاجزين مصيف مثلا يوم الاسبوع الجاي، من هنا الاسبوع الجاي اللي بيعدوا له ويجهزوا شنطته ويجهزوا حاجه، العمر عمر فتره غربته على الارض نقصت الكام يوم دول. ده صح واقع ولا مش واقع؟ عمر نقص الفتره دي خلاص خلص الموضوع. والناس مش دريانه، الناس مش دريانه، والدنيا بتنتهي بالانسان ومش دريان. عشان كده احبائي الانسان العاقل هو اللي يفتدي الوقت، يستثمر كل وقت لمجد المسيح له المجد، لطاعه المسيح له المجد، للعشره الحلوه مع الرب، للتمتع بحلاوه العشره معاه. بقول للتمتع بحلاوه العشره معاه يا احبائي، حلوه جدا 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 ان انا اعيش مع حبيبي الحقيقي اللي ما عندوش لا لف ولا دوران ولا غش ولا غرض ولا اي حاجه غير مصلحتي، غير خلاص نفسي، غير سعادتي، غير فرحي. افرحوا في الرب كل حين وكل قد افرحوا. عايزنا تبقى فرحانين على طول، عايزين حياه الفرح، عايشين حياه الفرح على طول. حبيبي عايز كده مني، يبقى يستاهل اقول انا لحبيبي اللي عايز يديني كل حاجه، اللي اداني اوريدي مش عايز بس عايز يديني بقى الحياه الابديه، عايز يديني ميراث ملكوته الابدي. انا زي اللي اعد لكم مكان الى اخره. عشان كده احبائي في غايه الاهميه ان انا اهتم جدا جدا وبالدرجه الاولى بتوبتي وبخلاص نفسي وبابديتي وبعلاقتي الحلوه، عشان اقول في الاخر انا لحبيبي بالفم المليان، وانا حاسسها وعايشها وضايق حلاوتها، واقول للناس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن، يبقى انا لحبيبي. طب ايه اللي خلى النفس البشريه متيقنه ان حبيبها ليها؟ انا لحبيبي ماشي، طب وحبيبي ليه؟ ايش عرفني ان حبيبي ليا؟ لا ده انا عارف باسباب كتيره جدا. اولها الله من فرط حب العالم هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك بل تكون له حياه ابديه. تاكدت من حبه ليا لما اخلى ذاته وانا لسه ما امنتش بيه، وقبل يوصل لغايه الصليب وقبل المهانه حتى الصليب عشان بيحبني. هكذا احب الله العالم بذل نفسه من اجلي. تاكيد التاكيد ان حبيبي ليا بيحبني جاي عشان يدين. يقول من يحبوني يحفظ وصاياي، والرسول يقول نحن نحبه لانه هو احبنا اولا وبذل ذاته من اجلنا. فادراك يقيني عقلي وقلبي بان المسيح المجد حبيبي لي لانه فعلا احبني قبل انا ما احبه. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا وبذل نفسه من اجلنا كما يقول الكتاب. احبني حبيبي لي لانه اداني روح القدوس. الخير لكم ان انطلق، ان انطلقت ارسل لكم الروح المعزي الذي يمكث معكم الى الابد، روح الحق الى اخر الكلام انتم عارفينه كلكم. فاذا اعطاني روح القدوس فصرنا هياكل مقدسه لسكناه. هياكل يقول افلستم تعلمون الكتاب انكم انتم هيكل الله وروح الله ايه يسكن فيكم. فاحنا حولنا اعطانا روح بيحبني حبيبي ليه لانه اداني روحه. في اكتر من واحد يدي روحه؟ أعطاني روح القدوس يسكن فيا فحولني إلى هيكل مقدس يسكن فيا روحه القدوس. أعطاني كمان جسده ودمه مأكل ومشرب مجانا على المذبح كل قداس كل يوم. داني جسده ودمه مأكل ومشرب جسده ودمه. يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، لأن جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي. من يأكلني يحيا بي، إن لم تأكلوا جسدي فاشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. فعايز يديني حياة فإداني جسده ودمه
عشان يبقى ليه حياة يعطى لغفران خطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. أعطاني بيحبني حبيبي ليه؟ لأنه أعطاني أوريدي، أعطاني قبل أنا ما أديله قلبي، قبل أنا ما أفتح له قلبي هو إداني مقدم. بس كل الحكاية كان مطلوب مني إن أنا أبادله نفس الحب، إن أنا أتخلى عن الخطايا والشهوات وهموم العالم الباطلة وألتصق بيه التصاق حقيقي من قلبي وأجاهد في وصاياه وما أهملش أبدا توبتي، ما أهملش خلاص نفسي، ما أهملش الجهاد الروحي عشان ما أخسرش حبيبي، عشان ما تبعدش عني. حبيبي تحول وعبر زي ما قبل كده عروس النشيد، حبيبي تحول وعبر لأنه قاعد يخبط عليها ما سألتش فيه. غسلت رجلي كيف أوسخهما، خلعت ثيابي كيف ألبسهما، حجج بقى بتاعت أهل العالم. فتحول وعبر، أنا مش عايز أتحول يعبر عني، هو حبيني أو حبيبي ليه؟ أنا متأكد إن حبيبي ليا، إن الرب يسوع حبيبي وليا، لأنه أعطاني ذاته على الصليب، أعطاني جسده ودمه، أعطاني روحه القدوس، أعطاني أيضا السلطان على الشياطين. كمان الشياطين اللي الناس بتخاف منها أعطاني السلطان عليها، قال أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. أعطانا أيضا نعمة التبني بين أولاده أبنائه، لا بعد أدعوكم عبيدا بل أحباء له. يقول كده الرسول كده يقول كده، أعطانا السلطان أن نصير أبناء الله المولودين ليس من لحم ولا من جسد ولا من جسد ولا مشيت رجل من الله ولده إلى آخره. أعطانا نعمة التبني بين أبنائه، وأكد لنا على كده له المجد بنفسه لما جه يعلمنا الصلاة الربانية، قال متى صليتم فاطلبوا وكذا وقولوا أبانا أبانا الذي في السماوات. فهو أبويا، هو اللي قال لي إن هو أبويا. أنا ما قلتش لربنا أنت أبويا، هو اللي قال لي أنا أبوك. لما تيجي تصلي يقول أبانا، عاملني إن أنا أب ليك، إداني نعمة البنوة، بقيت ابنه، بقيت بنته، بقول له يا بابا يا أبويا السماوي بقلب جامد بثقة مطلقة، لأن هو اللي طلب كده. فدي حقائق كلها. أما أقول أنا لحبيبي وحبيبي لي، أنا متيقن من حبيبي ليا، بس ما زعلوش مني، بس ما زعلوش مني، بس ما تمداش في الخطية اللي تبعدوا عني، لأن ليست هناك شركة للظلمة مع النور، هو نور العالم، قال أنا هو نور العالم. فبيقول ليست هناك شركة للظلمة مع النور، ما ينفعش أبقى حياتي فيها ظلمة الخطية، ظلمة الخطية، وحبيبي يسيبني ويمشي وأنا أقول له حبيبي تحول وعبر لي، تحول وعبر لي، أنا متمسك بالخطية، متمسك بالشر والرضيع بعيد عننا، لكن أنا أحافظ على وجود المسيح في حياتي. حبيبي لي، أنا متأكد من حبيبي لي، نطلب ناخد، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا، يعني يديني كمان عشان يفرحني كمان، مش بس مجرد الدين، لا ويفرح قلبي. وده اللي بيحصل وبنسمعه باستمرار في كل اسبوع، معجزات اسبوعيه بنعلنها للناس في الكنيسه عن عمل الرب يسوع المعجزي مع النفوس اللي بتلجا له وتطلبه من القلب يا احبائي. فتقول انا لحبيبي وحبيبي لي، حبيبي لي انا متاكد. عشان كده لما الانسان يقع في اي ضيقه او مرض او مشكله او احتياج ويلجا للرب يسوع من القلب، بيدي له كل حاجه، بيسدد كل احتياجاته. يقول لا أم بقول اطلبوا أولا، ده وعد إلهي صادق، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، يعني الله يملك على حياتكم، وهذه كلها إيه؟ تاخدوها بزيادة، هذه كلها تزاد لكم. ودي حقيقة وبنعيشها وبنختبرها، وناس كتير جدا جدا بيقولوها لنا وبنقولها للناس. الله ليس بكلم يعطي الله الروح، الله يعطي بسخاء ولا يعاير، ما بيعيرش حد، بس نطلب نلتصق بيه وإحنا معاه. إحنا في ناس كتير سايبة هذا الكنز العظيم جدا، كنز معرفة الرب يسوع المسيح، كنز الالتصاق به اللي من خلاله بناخد كل حاجة دنيا وآخرة، والأمور الأرضية بيديها لنا بزيادة من غير ما نطلب، لأنه قال اطلبوا أولا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لك، وهتاخدوها بزيادة من غير ما تطلبوها كمان. حاجات عجيبة جدا، والناس سايبة متجاهلة كل هذه الوعود الإلهية الصادقة والأمينة، وماشيين بمخهم ومتكلين على زراعهم البشري وعلى الناس، وسايبين محبة الرب يسوع. ما يزعلوش بقى يوم الدينونه لما يقول لهم الله لا قدر اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه. يا رب ده احنا لا اعرفكم من اين انتم، اذهبوا عني يا جميع فاعلي الاثم، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان، بعيد عننا. اذهبوا عني يعني فاعلي الاثم دول مش ولاده، اذهبوا عني. تكون في الظلمه الخارجيه هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. وهكذا ايها الاحباء، النفس العاقله المستنيره المتيقظه لابديتها هي اللي تقول أنا لحبيبي وحبيبي ليه. ما نخسرش وجود المسيح ولا نخسرش محبة المسيح له المجد لينا أحبائي، اللي أكدها بطريقة عملية حتى الآن. أنا لحبيبي وحبيبي ليه. آخر حاجة، الراعي بين السوسن. إحنا قلنا السوسن اللي هي النفوس اللي حبته والتصقت بيه
فالراعي بين السفسن يعني هو بيمشي في وسط ولاده، بيمشي في وسط كنيسته، بيفتقد شعبه، بيفتقد بيوتنا واولادنا، راعي بيرعانا وبيرعى اولادنا. اصل احنا لو رعانا اولادنا ده واجب علينا، لكن مهما عملنا هنرعاهم ازاي؟ ابني او بنتي بيسيبوا البيت ويطلعوا يروحوا المدرسه او يروحوا الكليه، انا اعرف هما بيعملوا ايه هناك. كنا زمان الاول كان ما فيش تليفونات موبايلات، فكنا نقدر نضبط الحكايه شويه. لكن دلوقتي البنت من وهي في ابتدائي معاها موبايل، اعدادي معاها موبايل، يخرجوا من باب البيت يتكلموا زي ما عايزين، ولا الاب ولا الام ولا الاخ هيعرف البنت دي بتتكلم مين ولا الواد ده بيكلم مين؟ مين فينا هيعرف يعني؟ كان الاول لما كان التليفون بالسلك اللي هو التليفون الارضي هيتكلموا في التليفون ده احنا جنبهم، لكن الموبايل هنضبط ازاي؟ وياما نفوس ضاعت بسبب البتاع ده، الموبايل ده ضاعت، وبيتكلموا بعض على حاجه اسمها شات ومش عارف ايه، حاجات كده غريبه انا ما بفهمهاش يعني، ويتواصلوا مع بعض. وده في ناس، ده في واحد يبقى قاعد جنب مراته ويكلم حبيبته بالكتابه. قاعد جنب مراته، قاعده جنبه واثقه قاعد جنبها وهي قاعده عمال يكلم حبيبته بالكتابه. تعرف منين دي؟ الموبايل ده مصيبه يعني، هو حاجه كويسه بس مصيبه في نفس الوقت يعني، سامحوني بتاع مصيبه، ضيع اسر كتير. تبقى هي قاعده عامله نفسها نايمه على السرير وعايزه ترتاح شويه من الشغل والتعب، وهو الراجل قاعد قدام الكمبيوتر اللابتوب اللاب ده ولا مش عارف ايه في الصاله ولا في الصالون، وهي قاعده عماله تكلم حبيبها وهي متجوزه بالكتابه برضه. يجي في وقت جوزها يكتشف كده، يمسك الحكايه، خرب البيت، ضيعت نفسها. طب ما حبيبك احب جوزك مثلا، حب المسيح يا شت يعني، كل واحد بياخد صليبه وخلاص، كل واحد بيشيل صليبه يعني، حتى لو الجوازه مش هي ولا يشيل صليبه خلاص يتحمل اجل المسيح، لكن ما فيش داعي نغلط، نقع في الغلط، نحافظ على ابديتنا، نحافظ على خلاص نفسنا، نحافظ على الهيكل ده مقدس زي ما هو، زي ما المسيح لما قدسه ومسك الروح القدس ما ندنسوش احبائي. عشان كده تقول انا اللي احب حبيبي الراعي بين السفسن، يعني المسيح لما بيرعانا بيرعانا، وانا لو المسيح لما ما رعاش ولادي وما رعاش بيتي وما رعانيش انا، هعمل انا ايه؟ مش هقدر اعمل حاجه، بعمل اللي عليا بس مش هقدر اعمل حاجه. العيال خلاص، حتى في مثل في الفلاحين عندنا يقول لك ان كبر ابنك خويه، خويه انا عامله كاخ، ما تعملوش بقى كابن تاني خلاص كبر. وفي عيال بتتبجح في اهاليها كتير بقى، في عيال ما بترضاش تقبل فكر اهاليها، انا كبرت بقى، اما واحده تقول لابنها روح الكنيسه يقول لها ماما انا كبرت من الصغير، انا خلاص سيبيني بقى خلاص، بلاش الافوره اللي انت فيها دي. افوره لما تقول روح الكنيسه دي افوره، حاجه غريبه جدا. فالجيل اللي طالع جيل مش هو ده الجيل اللي هنقدر نرعاه. إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس. إن لم يبن الرب البيت، ما كانش بيت يرعاه المسيح له المجد ويمر بين السوسن بين النفوس ديت ويرعاه هو بنفسه بقوته الإلهية وبقدرته الغير محدودة وبحنانه وبحبه، أنا هعمل إيه أنا كإنسان قدام السوشيال ميديا وقدام التطور العلمي الفظيع والتكنولوجيا المتطوره دي كلها؟ هعمل ايه انا؟ هعمل ايه؟ هرعى اولادي ازاي بالشكل ده؟ احنا بنرعى بنعمل اللي علينا بس مش زي زمان، مش زي زمان. عشان كده تجدوا النواحي الاخلاقيه في الاجيال اللي طالعه صعبه جدا، غير ايامنا، غير ايامنا يا احباء. عشان كده مهم جدا ادرك يقينا ان لولا ان الرب يسوع يبقى هو الراعي لبيتي والراعي لنفسي والراعي لمراتي والولاد والراعي لجوزي، مفيش فايده. يبقى لازم يبقى انا ملزم ان انا اذا كنت عايز اعيش في سلام وفرح واطمئنان، يبقى المسيح المجد هو اللي داخل في حياتي، واقول انا لحبيبي وحبيبي لي مش هحتاج حاجه ومش هشيل هم حاجه، لا هم رعايه ولادي ولا بيتي ولا اي حد، هبقى انا رايح جاي مطمئن لان انا مسلمهم في ايد ربنا يسوع المسيح، وبطلب من اجلهم كل يوم في صلاه المخدع، فانا هبقى مطمئن جدا عليهم. الله قادر ان يعطينا هذه الرعايه اللي احنا ما نستاهلهاش، وان يجعلنا ليه وهو لينا على طول، وان يعطينا ان نكون نور للعالم وملح الارض، له كل مجد وكرامه الى الابد امين. من له اذنا للسمع فليسمع.